الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام احييكم اجمل تحيه بانطلاقه شوطنا التاسع في تعداد اشواط مساء هذا اليوم. الشوط التاسع وهو الخاص باللقايه البكاره المحليات الاصايل المملوكه لاصحاب السمو الشيوخ في اشواط التميز، اشواط التحدي، اشواط النخبه. مسافتنا المعتاده والمقرره في هذه الامسيه التراثيه الجميلة هي 5 كيلومترات. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرى الشاهينية من قادة المجموعة بشعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود فهد بن طحنون الهاجري مضمرها، ومع المركز الثاني من الجانب الآخر أرى هناك دفرة بالشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم السعيد بن راشد بن غدير من يعلن هذا الانطلاق. ومن حافتاتي ثالثا التابعة لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي من يعلن هذا الانطلاق، ومع المركز الرابع نتابع قناعة من تتسلل من تنطلق مع المركز الرابع وبالشعار هجن العاصفة يقودها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز الخامس القدوم والتسلل للشرود بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر المدهوشي متابعا لهذا الانطلاق. والحليانة تاتي سادسا بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم السعيد بن راشد بن غدير متابعا لانطلاقة الحليانة. سابع التحديات منصورة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرط الحميري من يتابع انطلاقة منصورة، ومع المركز الثامن من الجانب الآخر أرى هناك الشاهينية لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم ومتابعة وانطلاقة حمد بن علي العويسي المركز التاسع. أرى التسلل أيضا لوزن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير من يعلن انطلاقة وزن مع المركز التاسع وعاشرا. أرى التحديات أيضا الانطلاق المتميز مع المركز العاشر. نتابع المايدية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم سيب بن علي بن كريب من يعلن انطلاقة المايدية مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا رائعة في هذا المساء الجميل في أشواط التميز، أشواط النخبة. نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط يا سلام، وأرى هناك التغيير 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 الذي طرى وجرى على المقدمة. نتابع دفرة اللي انطلقت بالصدارة بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم السعيد بن راشد بن غدير يتابع انطلاق الدفرة الشاهينية مع المركز الثاني لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود فهد بن طحنون الهاجري من يتابع انطلاقة الشاهينية مع المركز الثاني، ومع المركز الثالث أراهني من حاف من تتسلل في هذه اللحظات التابعة لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي المضمر البارع من ينطلق مع منحاف مع المركز الثالث. ورابعا من الجانب الآخر أرى الانطلاق للشرود بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر المدهوشي من يعلن انطلاق الشرود اللي تسللت بدورها وانطلقت مع المركز الثالث. الكوكب رباعية على مقدمة هذا الشوط مع هذا التحدي المثير، ومع المركز الخامس أردت تسهل للقناعة التابعة لهجن العاصفة يقودها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. بينما إذا انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس، بأرى الشاهينية لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم والمكتوم حمد بن علي العويسي من أعلن انطلاق الشاهينية مع المركز السادس. وسابعا التسلل لهملولة الانطلاق أيضا والتحدي المثير، وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على ظهر هملولة وبقيادة
احمد بالسلطان بن رشيد ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن كي ارى الحليانه لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير. وارى التسلل، ارى الانطلاق لوزن من بدات تتسلل في هذه اللحظات. يا سلام، وزن مشاهدينا متابعينا الكرام على الصدارة، عفوا على المركز الثامن، التسلل لوزن مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع الشروط، نتابع الشروط. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك هملولة، أرى هملولة بدأت تتسلل، والموقف خطير على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، صدرت الأوامر مبكرا في هذا الشوط مع هذا الاندفاع المثير، طيور طائرة اللقاية لبكار المحليات الأصايل، وتنطلق، تنطلق من حاف، تنطلق من حاف بالصدارة، تنطلق بالمقدمة. وأرى وزن قادمة، أرى وزن قادمة مع المركز الثاني. يا سلام، ثالث التحديات، نتابع من الجانب الآخر، أرى هناك الحليانة بالشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ولكن نتابع، نتابع الصدارة، ومن حوف على المقدمة، من حاف على الصدارة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز والاندفاع في اللحظات الأخيرة. وبهذا، بهذا الشعار، شعار هجن الرئاسة، الشعار الداعم لهذه الرياضة العربية الأصيلة، تهانينا، تهانينا، وللمرة الثانية لهذا الشعار، شعار هجن الرئاسة، والتهاني للبارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي على فوز من حاف بالمركز الأول، لحظات وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني وزن لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث الحليانة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. والمركز الخامس تصل فيه هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. بقية المراكز من حين اللحظة خط النهاية. نعود مع التوقيت مشاهدينا متابعينا الكرام، والأفضل والأجمل في هذا المساء، التوقيت من حاف 7:39، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، والتهاني لعيسى بن أحمد بن مايد الخيري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. نتابع أيضا وزن تصل مع المركز الثاني 7 دقائق توقيتها الزمني في مسافة 5 كيلومترات، 7:44 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني لعلي بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث الحليانة 7:45 و5 أجزاء من الثانية. تهاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني لسعيد بن راشد بن غدير.